السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، ودرس جديد في مادة العلوم للصف الأول الإعدادي، الفصل الأول حيث عن الخلايا لبنات الحياة، ودرس تكاثر المخلوقات الحية الجزء الأول. سوف نتناول في هذا الدرس عددا من الأهداف، منها بيان لأهمية التكاثر في المخلوقات الحية. سوف نصف تركيب الDNA وما هي وظيفته، وسوف نوضح كيفية حدوث الانقسام المتساوي في الخلية. أولاً سوف نبدأ بالنسبة إلى أهمية التكاثر في المخلوقات الحية، وسوف نربط مع معرفتنا السابقة. أولاً عزيز الطالب، سوف نضع أمامك صورة تمثل أحد أنواع الخلايا، تأملها جيداً. لديك هذه الصورة حول نوع من أنواع الخلايا. ما نوع الخلية الموجودة في الشكل؟ ما اسم وظيفة الجزء الممثل بالرمز باء؟ ما اسم الجزء الذي يمثله الشكل دال؟ وما هو الجزء المسؤول عن التكاثر عامة في الخلية؟ بالنسبة لنوع الخلية الذي يمثلها الشكل، فيمكننا أن نرى أنه لا يوجد بلاستيدات خضراء في الخلية، وبالتالي فهي عبارة عن خلية حيوانية. أما بالنسبة لاسم وظيفة الجزء الممثل بالرمز باء، فيمكننا أن نرى أنه عبارة عن النواة، والتي وظيفتها أنها تتحكم بجميع وظائف الخلية وأنشطتها. بالنسبة إلى الجزء دال، فهو عبارة عن جزء يوجد بداخل النواة، وهو عبارة عن الكروموسومات. أما الجزء المسؤول عن التكاثر عامة في الخلية، فهو عبارة عن النواة. أيضاً بالنسبة لمعرفتنا السابقة حول دورة حياة الضفدع، لدينا عدد من الصور أمامكم حول دورة حياة الضفدع. حاول عزيز الطالب ترتيب هذه الصور حسب ترتيب خطوات دورة حياة الضفدع. ومن ثم، ما الذي يجعل الضفادع وبقية المخلوقات الحية تحافظ على استمرار بقائها؟ كيف؟ ما هي الطريقة؟ ومن ثم، كيف تنجب الضفادع وبقية المخلوقات الحية الصغار تشبهها؟ تذكر عزيز الطالب، صغار تشبهها. ومن ثم لنصل في النهاية إلى ما هي أهمية التكاثر. لو عدنا للسؤال الأول، فإن دورة حياة الضفدع تبدأ لنا في البداية بأن هناك عدداً من البيوض. هذه البيوض تفقس لتكون لنا ما يعرف باسم أبا ذنيبة، ومن ثم يبدأ أبا ذنيبة بالنضج حتى يصل لنا لتكوين الضفدع المكتمل. ما الذي يجعل الضفادع وبقية المخلوقات الحية تحافظ على استمرارها؟ بالطبع عن طريق عملية التكاثر، والتي هي عبارة عن إنتاج كائن حي جديد من نفس النوع، بمعنى أن الضفادع تنتج ضفادع أخرى لتضمن لنا استمرارية الحياة. كيف تنجب الضفادع وبقية المخلوقات الحية صغاراً تشبهها؟ كما قلنا، فإن السبب الرئيسي هو نفسه الذي يؤدي إلى إنجاب أطفال أو أبناء للإنسان تشبه الأم أو تشبه الأب، وهي عبارة عن انتقال المادة الوراثية الموجودة في داخل النواة من الآباء إلى الأبناء. وبالتالي نصل في نهايتها من هذه المعلومات إلى أن أهمية التكاثر تكون في شيئين: استمرار بقاء المخلوقات الحية، وانتقال المعلومات الوراثية من جيل إلى جيل آخر. ننتقل الآن إلى نقطة تركيب المادة الوراثية، أو كما نعرفها باسم الDNA. ما هي المادة الوراثية الDNA؟ الDNA أو المادة هي عبارة عن مادة كيميائية واختصار لمصطلح الحمض النووي الريبوزي المنقوص الأكسجين. ما هي خصائص هذا الDNA؟ كما نرى من خلال الصورة، فهو يتكون لنا من سلسلتين. هذه السلسلتان ملتفتان بشكل وكأنهما على شكل سلم حلزوني يتكون من ملايين الدرجات. هذه الدرجات، كل درجة من هذه الدرجات تتكون من زوج من مواد كيميائية مختلفة تعرف باسم القواعد النيتروجينية.
هذه القواعد النيتروجينية في الدي ان اي عبارة عن 4 أنواع. حسب ترتيب هذه القواعد النيتروجينية نحصل على المعلومات الوراثية التي تكون مميزة لكل كائن حي وتعرف باسم الشفرة الوراثية. كيف ذلك؟ لو افترضنا مثلا أن هذه القواعد النيتروجينية تعرف مثلا بحرف A و B و C و D، وإذا كانت هذه القواعد عبارة عن ملايين الدرجات، فحسب فالاختلاف في ترتيب هذه القواعد مثلا A و A B C C ممكن أن يخلق لنا شفرة وراثية مختلفة، وأيضا أشخاص آخرون ممكن أن تكون مثلا C B A A C، هذه تخلق لنا أيضا شفرة أخرى. هذه الشفرة الوراثية يمكننا أن تذكرنا بالرقم الشخصي للإنسان، حيث أنه كل شخص لا يوجد شخصان متشابه، لا يوجد شخصان لهما الرقم الشخصي نفسه، كذلك لا يوجد شخصان لهما الشفرة الوراثية أو الدي إن إيه نفسه. لو انتقلنا الآن إلى جزئية الانقسام الخلوي، يمكننا تقسيم الانقسام الخلوي إلى نوعان: الانقسام المتساوي والانقسام المنصف. لو تطرقنا أولاً إلى الانقسام المتساوي، فهذا النوع من الانقسام يحدث لنا في الخلايا الجسمية. ما المقصود بكلمة خلايا جسمية؟ كمثال عليها خلايا الشعر، خلايا الجلد، خلايا العظام، كلها تصنف على أنها خلايا جسمية أو كما نسميها خلايا جسدية. هذه الخلايا تنتج لنا عن تكاثر لا جنسي. ما المقصود لنا بتكاثر لا جنسي؟ بمعنى أنه يوجد لدينا خلية أم أولى، خلية أم ينتج عنها خلايا جديدة، بحيث تكون هذه الخلايا الجديدة مشابهة تماماً للخلية الأساسية. كيف يمكننا أن نتخيل ذلك بالنسبة إلى كمثال خلايا الجلد؟ عندما يحدث للإنسان جرح في أحد أجزاء الجسد، فإن الخلايا الأصلية الموجودة تنقسم انقساماً متساوياً لتعوض النقص في هذه الخلايا بإنتاج خلية مشابهة تماماً لخلية الجلد السابقة التي تلفت، وبالتالي فهي ناتجة عن خلية أساسية أو خلية أم واحدة فقط. أما عند الانطلاق إلى جزئية الانقسام المنصف، فهو يحدث لنا في خلايا محددة فقط في أعضاء التكاثر. طبعا تنتج لنا هذه عن طريق التكاثر الجنسي. ما المقصود بتكاثر جنسي؟ المقصود بأنه يوجد لنا فردان، يوجد لدينا خليتين، أو كما يمكن أن نصفهم بأنهما كأنما خلايا الأم وخلايا الأب. فبالتالي كأنما الخلايا الجديدة التي سوف تنتج سوف تحمل المادة الوراثية إلى خليتين الأساسيتين، الخلية الأم والخلية الأب، بينما في السابق في الانقسام المتساوي كانت الخلية تحمل لنا مادة وراثية لنوع واحد فقط من الخلايا، هي خلية الأم الأساسية. الآن سوف نتطرق أكثر حول موضوع الانقسام المتساوي. فكما ذكرنا سابقاً أولاً أنه من حيث الكلمة انقسام متساوي، بمعنى أنه تنتج لنا خليتان متشابهتان، خلية مشابهة إلى الخلية الأم. كيف يمكننا أن نتخيل ذلك؟ إذا كانت لدي خلية بداخل نواتها مثلاً 2 كروموسومين، فإنه سوف تنتج لنا خليتين جديدتين في كلاهما نفس العدد الأساسي من الكروموسومات، بالتالي كروموسومين، يحمل كل منهما المادة الوراثية نفسها. وبالتالي وكما قلنا سابقا، فإن أهمية الانقسام المتساوي تكمن لنا في أنها من أجل تعويض الخلايا التالفة
كما يحدث لنا في خلايا الجلد أو الخلايا الهرمة، وأيضا تؤدي إلى النمو، حيث أن خلايا جسم الإنسان تكون في البداية عددها قليل، تبدأ هذه الخلايا بالانقسام مرة وأخرى حتى ينمو الإنسان ويصل إلى الحجم الذي هو فيه الآن. وبالتالي فإن الانقسام المتساوي وكما قلنا سابقا يحدث فقط لنا في الخلايا الجسمية أو كما نطلق عليها اسم الخلايا الجسدية. ما هي مراحل هذا الانقسام الذي يعرف باسم الانقسام المتساوي؟ يمكننا توضيح ذلك من خلال هذا المخطط. نرى أن الخلية في بدايتها وعندما تستعد لعملية الانقسام المتساوي تبدأ في البداية أولا بعملية تضاعف الكروموسومات. لماذا يجب أن تتضاعف الكروموسومات في البداية قبل عملية الانقسام؟ كما قلنا سابقا فإننا نحتاج إلى خليتين في كل منهما العدد نفسه من الكروموسومات، لذلك فإن العدد في البداية يجب أن يتضاعف حتى نحصل على خليتين في النهاية مشابهتين للخلية الأصلية. أولا يحدث لنا عملية تضاعف الكروموسومات فتبدو لنا واضحة بالمجهر. في هذا الطور هذا ما يعرف باسم الطور التمهيدي، الذي من خلاله تستعد الخلية لعملية الانقسام المتساوي. بعد ذلك يأتي لنا الطور الاستوائي، وكما نقول استوائي بمعنى أن هذه الكروموسومات تستوي في وسط الخلية وتصطف في وسط الخلية. بعد أن تصطف الكروموسومات تبدأ لنا عملية الانفصال والطور الانفصالي، حيث تنفصل الكروموسومات متحركة إلى أطراف الخلية، وفي النهاية في الطور النهائي تنتج لنا خليتين جديدتين في كل منهما نفس العدد الأصلي من الكروموسومات. فمثلا عندما نبدأ بأربعة كروموسومات فإن الخليتين الجديدتين في كل منهما سوف تحتوي كل منهما على أربعة كروموسومات. ولو فكرنا فيها بالنسبة لخلايا جسم الإنسان فإن الإنسان يبدأ بعدد كروموسومات 46، فماذا تتوقع عزيز الطالب أن تكون عدد الكروموسومات في الخلايا النهائية؟ بالضبط سوف تكون خليتين في كل منهما 46 كروموسومات كتطبيق على خلايا جسم الإنسان. ننتقل الآن إلى نشاط سريع وبسيط حول مراحل الانقسام المتساوي. وكما رأيناه في المخطط السابق لدينا عدد من الخطوات للانقسام المتساوي، حاول عزيز الطالب أن تصفها ولو بشرح مبسط. يمكننا أن نلاحظ الآن أن الخطوة الأولى تكون في عملية تضاعف الكروموسومات، ومن ثم تصبح واضحة هذه الكروموسومات على المجهر، بعدها تصطف في وسط الخلية، تنفصل أزواج الكروموسومات متحركة إلى طرفي الخلية، ومن ثم تتكون خليتين جديدتين في كل منهما نفس العدد الأصلي من الكروموسومات. نشاط آخر، لدينا عدد من الأسئلة حول عملية الانقسام المتساوي. ما أنواع الخلايا التي تمر بالانقسام المتساوي؟ أو ما هي الخلايا التي يحدث فيها انقسام متساوي؟ ثم برأيك ماذا يحدث للخلية لو أن الDNA لم يتضاعف في بداية عملية الانقسام المتساوي؟ أما السؤال الأخير فما عدد الكروموسومات في الخلايا الجديدة الناتجة عن الانقسام المتساوي، بمعنى الخليتين النهائيتين كيف يكون عدد الكروموسومات فيها؟ حسناً أعزائي الطلبة، يمكننا الآن أن نجيب عن الأسئلة بعد محاولاتكم. ما هي أنواع الخلايا التي تمر بالانقسام المتساوي؟ بالطبع فهي عبارة عن الخلايا الجسمية أو الخلايا الجسدية.
ماذا سيحدث للخلية لو أن الـ DNA لم يتضاعف؟ كما قلنا من البداية فإن أهمية تضاعف الـ DNA الحصول على خليتين جديدتين بهما نفس العدد من الكروموسومات أو كمية متماثلة من الـ DNA، فإذا لن يتم عملية التضاعف فربما نحصل على نصف العدد من الكروموسومات أو عدد مختلف. ما عدد الكروموسومات في الخلايا الناتجة؟ بالطبع من خلال اسم الانقسام، انقساما متساوي وبالتالي مساوية لعدد الكروموسومات في الخلية الأصلية. فكما نقول أربعة كروموسومات نحصل على خليتين بكل منهما أربعة كروموسومات. هذا كان بالنسبة إلى الانقسام المتساوي، وطبعاً الانقسام المتساوي ناتج لنا عن تكاثر لا جنسي. هذا التكاثر اللا جنسي يقوم على أساس إنتاج كائن حي من فرد واحد، كأنما كما قلنا لدينا خلية أم أساسية ينتج عنها خلايا جديدة. كيف يمكننا أن نرى هذا التكاثر في الكائنات الحية؟ نوع من أنواع التكاثر اللاجنسي لدينا التكاثر بالدرنات التي درسناه سابقا. في أي كائن حي كما تتذكرون لدينا في البطاطس درنات البطاطس، هذه الدرنات عبارة عن انتقال إلى المادة الوراثية من البطاطا الأساسية إلى هذه الدرنات، ومن ثم يمكننا أخذ هذه الدرنات وزرعها في مكان آخر للحصول على نبتة جديدة تحت لها نفس الخصائص الأساسية إلى الخلية الأم. النوع الآخر عملية الانشطار، هذه العملية تحدث لنا بشكل واضح جدا في البكتيريا. كيف تحدث في البكتيريا؟ لدينا خلية البكتيريا الأساسية، هذه البكتيريا تبدأ بالتخصر شيئا فشيئا حتى تتكون خليتين جديدتين بما يعرف باسم عملية الانشطار الثنائي، لتكوين خليتين جديدتين بهما نفس المادة الوراثية في الخلية الأم. الطريقة الثالثة التبرعم. كيف تكون عملية التبرعم؟ ينتج لنا على طرف الكائن الحي الأصلي كائن حي صغير مشابه للكائن الأساسي، كمثال لدينا هنا كائن الهايدرا، ينتج على أحد أطرافه كائن هايدرا صغير، ومن ثم إذا اكتمل نموه ينفصل مكونا لنا كائن جديد يعيش مستقلا. النوع الأخير من أنواع التكاثر اللاجنسي هي طريقة التجدد، هذه الطريقة نفسها هي التي تحدث للإنسان عندما يكون لدينا خلايا تالفة، فإنه يعاد تعويضها بإنتاج خلايا جديدة مشابهة للخلايا الأصلية. أو كمثال من الحيوانات لدينا ذيل الحرباء، هذا الذيل عندما نقوم بقطعه فإنه يعاد إنتاجه مرة أخرى، وحتى أطراف نجم البحر عندما يتم قطع أحد الأطراف فإنها تعود مرة أخرى للتكون من جديد. حسناً أعزائي الطلبة، ما رأيكم الآن؟ ما هي طريقة تكاثر الحرباء؟ وكما قلنا في السابق فإن الطريقة هي عبارة عن عملية التجدد، حيث أن ذيل الحرباء إذا تم قطعه فإنه يتجدد مرة أخرى. انتهى درسنا لهذا اليوم، شكرا لمتابعتكم.